قالت يا ربي كيف أقطع حبل الشيطان؟ بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش بالضبط؟ الشيطان شغال علينا بالمال، بالشهوة، بالمنصب، شغال علينا بكل شيء، حتى بصلاتنا، بعبادتنا، بيقيننا. فذلك تلبيس إبليس لهذا كتاب عجيب، إنه كتاب من جوزي عجيب جدا، بيشرح لك فيه كيف الشيطان بيدخل على العباد، على التجار، على طيب حبل إبليس بإيش بالضبط؟ بالوسوسة انها طالت. حلو، يلا انت الان تقدر تقهروه. كيف؟ الامر سهل، عجلوا بمطلبكم، ليش مأخرين؟ وانت طالت، قل طيب طالت، انا سأريك يقيني، وانا سأريك ماذا سأفعل في خلوتي مع ربي، وسأريك كيف أكثف يقيني ليعجل الله لي مطلبي وأقهرك. هو ليش أصلا بيقول لك طالت يا رب؟ ليش يقول لك طالت؟ ليقنطك ويأسك، عشان يقول قال دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي فيدع الدعاء. فإحنا الآن نعامل الشيطان بنقيض القصد. ما معنى نقيض القصد؟ يعني هو قصده يقنطنا ويأسنا، أنا لا، ما بخلي يقنطني ولا بيأسني، واضح؟ بالعكس أنا أزيد مع ربي. يا شيخ أمي رأت في منام، يعني يا ربي، هي عشان بختصر الكلام، الاستجابة قرارك أنت مش قرار الشيطان ولا قرار أي واحد. اطلبي، تيقني وافرحي وانبسطي، كوني على حالة سرور حقيقي، يقين 100%. ويا ستي شوفي رب العالمين يعطي يعطي، يخلف الميعاد ما بيخلف الميعاد.